الشام. ما المدارس مسكرة ما؟ ايه شوفي القصف هون، نحن شلون بدنا نداوم هيك كل القصف؟ طيب ليش جاية هلا؟ أنا جاية هلا مشان اطمن على مدرستي، شوف شلون صارت كلها صواريخ وكل القذائف، الله لا يوفق بشاش وساوى فينا. حرمنا من المدرسة، حرمنا من الأكل، حرمنا من الجوع، ما ضل في شيء عندنا ناكله. إنا رغيف الخبز إنا سنة ونص مونا شايفينه. أو صرنا هلا إنا 9 أشهر ما فات علينا ولا أكلة.